للحديث حول العلاقات الاقتصادية بين المملكتين معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ بعد التحية. طبعا كيف تقرأ اليوم مستوى العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟ وطبعا الأرقام هي أكبر شاهد على هذه العلاقة. طبعا أول أشكرك للاستضافة. العلاقة بين حقيقة المملكتين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقة متجذرة وليست وليدة اللحظة أو وليدة الساعة كما قالوا، يعني تعود إلى القرن السابع عشر بالتحديد عند تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1745. فالعلاقة حقيقة طويلة جدا وامتدت حقيقة إلى الدولة السعودية الثانية وإلى اليوم حقيقة. ولعلي أذكر بالزيارة التاريخية المغفور له الملك عبد العزيز للشيخ المغفور له عيسى عندما زاره حقيقة ومكث يومين في البحرين آنذاك، وكان يعني في حفاوة وفي تكريم كبيرين حقيقة للشيخ عيسى رحمة الله عليه. اليوم حقيقة في عهد سيدي الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضا يعني تشهد العلاقات البحرينية السعودية منعطف تاريخي في واقع الأمر، ليس فقط على الجانب الاقتصادي إنما على جميع جوانب وصلت حياة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو الصحية وغير ذلك. نعم. اليوم لو نظرنا للملف الاقتصادي الله يحفظك نجد أن حجم التبادل بين البلدين التجاري في ازدياد، يعني نتكلم عن ما يزيد عن 28 مليار ريال من حجم التعاملات بين البلدين. بالنسبة للمملكة تعتبر الشريك الأساسي أو قد يكون الأول في الواقع لمملكة البحرين، وبالنسبة أيضا للسعودية تعتبر مملكة البحرين شريك استراتيجي من الشركاء الأساسيين. نحن نتكلم حقيقة عن حجم التصدير من المملكة إلى البحرين، مملكة البحرين ما يزيد عن 20 مليار، وفي الاتجاه طبعا من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية نتكلم ما يزيد عن 7 مليار، وهذا يمثل 1% طبعا بالنسبة ل يعني المملكة لحجم استيرادها، وبالنسبة لمملكة البحرين يمثل 3%. نعم أستاذ طلعت. أستاذ طلعت، ربما لضيق الوقت نتحدث عن رؤية المستقبل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن البلدان يمتلكان رؤيتان اقتصاديتان يعني متشابهتان من حيث الطموح وأيضا من الأهداف. طبعا دون أدنى شك أنه يعني كما تعرف سيدة أن المملكة لديها رؤية طموحة، رؤية المملكة 2030، أيضا البحرين مملكة البحرين لديها أيضا رؤية طموحة، وهاتان الرؤيتان حقيقة تتلاقى وتتقاطع في كثير من الأمور. الأمر الأول هو حقيقة الارتقاء بالمملكتين سواء فيما يتعلق ببناء الإنسان، وهذا أهم حاجة سواء الإنسان البحريني أم الإنسان السعودي، ودون أدنى شك أن هناك تبادل خبرات في هذه الرؤيتين لأنها تتقاطع كما قلت وتتشارك في كثير من الأمور. صح أنه في أمور تخص مملكة البحرين وأخرى تخص المملكة العربية السعودية، لكن هناك حقيقة تلاقي وخطوط متوازية كثيرة. نعم. ولعله اليوم يعني زيارة سيدي سمو ولي العهد لسيدي الملك حمد حقيقة لأكبر دليل، وتقليده يعني وسام الشيخ عيسى يعني هذا شيء حقيقة عظيم، وهذا لا يقلد على فكرة لكل إنسان، ولكن للناس متميزين تربطهم بمملكة البحرين علاقة متميزة. كيف المستقبل يعكس؟ المستقبل أكبر من ذلك والطموح أكبر من ذلك، وسنرى بإذن الله في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. نعم، من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ، شكرا جزيلا لك.